السلام عليكم، تحياتي للاخوان ديالنا. بدون مقدمات باش ما نعطلش عليكم، كيف ما العاده الشكر موصول ديما ديما ديال الناس اللي كتسول على الرئيس ابراهيم. رانا دائما كنبلغ ليه السلام، راه دائما كنبلغ ليه السلام. وتحياتي لكم وشكرا على التعاليق ديالكم، شكرا بزاف بزاف بزاف. شكرا الرئيس عبد الاله. السلام عليكم الرياض، تحياتي لكم خوتي الحداده الحداده، معكم الرئيس ابراهيم. حتى انا كنبلغ لكم السلام جميع الاخوان، وراه كنقراو لي كومونتير ديالكم كاملين. مباشره ندوزو الرئيس عبد الاله. السؤال ديال الرئيس الهاكو، هاكو فيشينغ، مرحبا. تيقول لك عندي سؤال، برك برك الرئيس عبد الاله على كيفيه والطريقه الصحيحه لمونتاج تاع الراغلو البيلدو، وشكر لك بارك الله فيكم، متابعكم من الجزائر. تحياتي وتحياتي للاخوان ديالنا الرياس كاملين من الجزائر، تونس، مصر، تحية كبيرة كبيرة لموريطانيا، تحية كبيرة للرياس ديالنا اللي كيشاركونا في هذه القناة واللي هما عائلة معنا. تحياتي لكم من القلب، شكرا. خويا غنهضروا على المونتاج ديال الراغلو او البيلدو، انت غتخدم بالبيلدو او برا، المهم بيلدو الراغلو، يعني غنهضروا على التكراك الجر. البيلدو كنعرفوه عنده، ملي كنشدو البيلدو كنلقاو عنده جهه فيها جوج ديال لي زيميريو خارجين، وجهه وحده فيها غير واحد. هذيك البلاصه اللي فيها جوج خارجين، جوج ديال لي زيميريو ملاصقين، هذيك تما فين غادي ندير المونتاج ديالي، الخيط اللي جاي من القصبه والخيط اللي غنركبو فيه الراغلو. الاخرى ما نركبو فيها حتى شي خيط، هذيك كتبقى ايزولي. علاش؟ باش ملي كنلونسي ما كيدورش ليا الراغلو على البيلدو، وما يجيش الراغلو ديالي مشربك شاد في البيلدو، هذه وحده. ثاني حاجه كنختار الراغلو، الا كنت غادي نصيد على ابلاغ او نبيره او لا موشيت، المهم كنحاول نقول الاسماء على حسب المناطق، حيت كل واحد وكيفاش كيسمي نوع الحوت باش الفكره توصل للاخوان ديالنا اللي في المغرب العربي، الجزائر، تونس، مصر، موريطانيا، ولا الاخوان ديالنا المغاربه. او غادي نصيد مثلا على الدراري، الاسماك اللي كتصيد، او اولاح على حسب النوع ديال الاسماك اللي متواجده في المصيد. كنختار الراغلو ديالي المعين اللي غادي نصيد به مناسب لهذا النوع ديال الاسماك. هنا كنختار الترقيعه، الا غنصيد على الدرعي ابلاغ او بوشوك ولا موشيط، هنا كندير ترقيعه رقيقه ما نفوتش 40، 35 الا كانت مناسبه راه مزيانه، بغض النظر على الخيط اللي انا داير في الماكينه. واخا نكون داير لاطريس راه ماشي مشكل، تقول 35 مع لاطريس، لا راه 35 راه غنديرها طويله، راه غندير الترقيعه فيها تقريبا واحد جوج المتر وزياده. كل ما بعدت الترقيعه على الراغلو كتكون مزيان، كل ما بعدت الترقيعه على الراغلو مزيان، ما تكونش الترقيعه قريبه للراغلو بزاف، كتكون بعيده. كاين اللي غادي يقول لي لا مثلا راه كنديروا الترقيعه غا قصيره كنشيروا كنجبدوا الحوت، انا ما تنهضرش على الحوت ملي تيكون عايم صوبه فوق الماء، راه تقدر دير هذيك الطريقه غتاكل لك. علاش؟ لان الحوت كاين موجود، عا كتحطها وسط الفرق، الا ما شدت حتى شي غير شدها الاخر، كون متاكد راه الكثره ديال الحوت هي اللي كتخليه ياكل، اما ملي تيكون الحوت قليل كيولي تفشش عليك، كيولي هنا خصك تخدم دماغك معاه، يعني كيولي كيبغي الخيط رقيق وكيبغي الطول تبعد على البيلدو. والقصبة تكون من الأحسن 4.20 متر حتى 4.5، راه خدامة لك مزيانة، ما تقصرش القصبة بزاف على ود حيت غدير الترقيعة طويلة في الراغلو، باش ما يكونش عندك المشكل ملي تبغي تشير يبقى يلصق لك الراغلو في الحجار ولا شي حاجة، ولا حتى في التقنطير إلا كنتي فوق الحجار وبغيتي تهز أبلاغ ولا الدرعي، غادي تكون القصبة مثلا قصيرة والترقيعة طويلة، راه ما عمرك غادي تهزو، يعني غادي يجي لعندك غيبقى لك دائما مع الحجار. هنا كتلعب على الطول ديال القصبة، عاد كدير الترقيعه ديالك. تفاهمنا؟ نتمنى من الله الفكره تكون وصلت خويا. تحياتي ليك، وان شاء الله
غنحاول نكون في المصيد وندير واحد الفيديو خفيف بالبيلدو وبالترقيعه بكل شيء، ونوريك هذا المونتاج وغادي نحطوه على اليوتيوب باش تكون الصوره اوضح وتكون الفكره اوضح. شكرا بزاف الاخوان ديالنا، تحياتي لكم. ورقم الهاتف كيف ما العاده 0617 54 75 34. انا راه كنحاول نقول ونعاود باش الاخوان يشدوا النمره 0617 54 75 34. تحياتي لكم.